السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم اربعه النصائح للناس اللي بغاو يبداو البودي بورد. يلا بقاو معنا في الفيديو. البودي بورد كما كتعرفوا هي واحد الرياضه كتمارس بواحد اللوحه قصيره على السرفه، كتمشي هي الونجي، يعني كتمشي ناعس عليها على كرشك مع الموجه. وتبارك الله هذه الرياضه هذه تطورت. كما كنتو كتعرفوا البوغي كانوا الناس كيستعملوا في الصيف في الموج اللي على الشاطئ، كيمارسوا هاد الرياضه هادي وكيمشيو مع الموجه على برا. ولكن دابا مع الوقت طور البودي بورد، ولا خصك ضروري تلبس لي بالم باش تطلع للعلو، تطلع للموجه اللي كاينه في الفوق. وكاين بزاف ديال الايجابيات إلا كنتي لابس لي بالم. دابا غادي نوريكم في هذا الفيديو ان شاء الله كيفاش تبداو رياضه البودي بورد بروفيسيونيل ان شاء الله. النصيحه الاولى هي الماتريال، خص يكون عندك الماتريال اللي جا مع المورفولوجي ديالك، يعني خص تكون عندك لا بلونش ما تكونش كبيره بزاف ما تكونش صغيره. لا بلونش ايديال، لا بلونش اللي تسبك، خصك لا بلونش تجي مع لومبغي ديالك ملي توقفها حدا رجلك، تجي مع لومبغي ديالك يعني جهه البوط. من الاحسن تواكسيها ملي كتكون جديده، خصك تواكسيها في جهه كاع جهه لي غاي، جهه النوز، شويه جهه لا كارور على حساب الرماج ما تزلقش ليك. وثاني حاجه هو ليش كاين جوج انواع ديال ليش، كاين ليش ديال البوانيي هنا وكاين ليش ديال الفيسيبس. ولي بالم، لي بالم خصو النصيحه هي يكونوا سيميتريك، يكونوا تبدا بهذوك لي سيميتريك، عاد من بعد تبدا بهذوك الاخرين اللي دايرين بحال شرشل بحال دوك لي مقنتين. لي بالم لافونتاج ديالهم تقدر تدخل الموجه لداخل، يعني مع لي بالم كيعاونوا باش تطلع لداخل وكيعاونوا تشد الموجه. يعني حتى لي بالم عندهم دور مهم، يعني كتولي بروفيسيونيل، كتقصر مزيان، كتمشي مع الموج، تقدر تشد الموجه من العلو تدخل الفوق. لي بالم ضروري. كنصحكم اول خطره بديو تبداو في البودي بورد تبداو بلي بالم سيميتريك، يكونوا بحال بحال، حيت كاين لي بالم اخرين فيهم دوك خارجين شويه هذوك. الا يلا بديتي كيميلوا رجلك شويه ما كتشدش التوازن. النصيحه الثانيه هي ملي كيكون عندك ماتيريال، ملي كيكون عندك ماتيريال قلب على السبوت المناسب للنيفو ديالك، يعني يلا يلا بديتي ما ديباسيش الموج ديال 80 سنتيم ولا متر 1 متر ولا 80 سنتيم، شويه بشويه ما تفوتش لي ليميت مرحبا. يعني استقلب على السبوت المناسب النيفو ديالك، يعني الا كنتي دوبيتون استقلب على الموج اللي كيتشد على الرمل، البيتش بريك، يعني ديك الموجه اللي كتشد على الرمل، هذيك الموجه هي اللي حنينه باقي، هي ماشي ريسكي حيت ما باقي ديال لي سبوت ابار البيتش بريك، كاين بوينت بريك، كاين الريف. المهم هاد لي سبوت اخرين فيهم الصخر، كيكون فيهم الصخر لتحت، وبعد اخترت ملي كيكونش الفندق تحت
الصخر. في السبوت كيكونوا ديما بروميير سيكسيون وكتكون دوزيام سيكسيون، يعني في الاول من الاحسن تمشي لدوزيام سيكسيون، يعني الموجه اللي الثانيه ماشي اللي كاينه في الفوق، يعني من الاحسن تسنى الموجه الوسطانيه هي فاش ديماري حتى تعلم، حتى ديماري حتى تعلم، عاد ديك الساعه تمشي تطلع على البريمير لاين اب. النصيحه رقم 3 هي الحركات التسخينيه، اللي كنشوفو من احسن دير لي جوفمون لارتيكولاسيون ديالك، يعني من الفوق لتحت، يعني كتبدا بالزيبول ديالك، من بعد تحت الظهر ديالك لي اونش، من بعد الركبه، من بعد لي شوفي، هاد لي بواني، يعني كدير تسخينات ضروري، كدير دو موفمون بعد الخطرات في الماء وكتغفل الجسم ديالك، يعني من الاحسن دير حركات تسخينيه. وبزاف النصيحه اللي نقول لكم على حساب البودي بورد، بزاف الناس اللي يلا بداو ولا سميتو اللي نساو ما داروا حركه تسخينيه كيصدموا لي مولي ديالهم، يعني كيشدهم ديال شدهم سباز موسكولير ما يسمى به تشنج عضلي. النصيحه الرابعه تكون فوق البلانشه مزيان، اللي تدخل ما تكون تحقق انك مستوي فوق البلانشه، يعني بوزيسيون ديالك. لافونتاج ديال البودي بورد يعني تقدر ترامي بيدك، الى هي ويدك تقدر ترامي برجلك لي بال، و الى كانوا دي كونديسيون كبار ديال الموج كترامي بلي بال وبواحد اليد ولا بجوج يدين على حساب لي كونديسيون، يعني تقدر ترامي بواحد اليد وترامي نفس الوقت. و بوزيسيون تاعك فوق لابلونج، يعني الى ديماريتي خاصك لا فيتيس، يعني كتزيد لك قدام لابلونج، خاص كنتي مورك بزاف بديتي تفراني كتبعد لابلونج شويه، كتنزل شويه لتحت، ديك بعد كدير حركه تسخينيه كتدخل ديك الساعه الماء، يعني كتدخل بعدا بمارشاريير، ملي كتلبس لي بان كتدخل بمارشاريير باش يسهل لك تدخل الماء، والبوزيسيون ديالك فوق لابلونج فوق البوغيا، يعني خاص تكون متوازن كما كتشوف هاد اللقطات، يعني لي كوت ديالك يتحطوا بجوج يكونوا باراليل الكتاف ديالك لو روغار، وفي لارام كترامي تقدر في البودي بورد تقدر ترامي بجوج يدين ولا ترامي بواحد اليد او ميم طون كتبالمي. ولا فونتاج ديال البودي بورد يعني تقدر تكون الونجي فوق لا بلونج، يعني برون وتقدر دير دروبني، وتقدر توقف حتى فوق منها ستاند اب. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتشوفوا في الفيديو الجاي. يلا بيس.